أنا قلاني من بيتي، شو مالي أهلي دافعوا عني؟ ما فيش أربعينه تقبريني؟ لك يخرب بيته من حاله، لك هيبوس إيده وشه قفا ويشكر ربه إنه قبلنا نعطياكي. لك وليه لطفية؟ يا ويلك ويا سواد ليلك، إذا بتورجيه ضفرة لسعاد بدي إياه ينط ما يحط وينطف قلبه على ما يشوفه. لقوا كلكم قدرتي هي الشرشوحكم تاني، كل شي عم بيصير معي من تحت رأسها. لك عم بدك تحكي لي كل شي، لأنه ما بتجي النقاصة غير من قليل الأصل. بدي يعني كنس وأطبخ وأغسل وأقوم بشغل كل البيت وست الحسن منقحة ومرتاحة، قال شو يا بعدي حبلي ما بصير تتحرك. ليش تقبريني؟ يعني هي على رأسها ريشة؟ ولا هي بنت السلاطين وأنتي بنت العبيد؟ خلص لك أمي حاجة تبكي، الله يرضى عليكي لك أمي، رح ينطف قلبك من كتر البكاء. تعي تقبريني تعي، وإلك علي خلي عصام وأمه يبوسوا صربيتك لترجعي. تعي تقبري قلبي تعي تعي. شو حظاتها قلال؟ مفروض وحدة مثل هي تنحمل على كفوف الراحات، لك تنحط على الراس من فوق وشو ما تطلب ينقل لأمرك مطاع. يه لك حورية من الفردوس بيعملوها المعاملة بدون أهرمة الأهرمة هاي. شباك ما لك سمعاني؟ وشلون صرت يلا أم جوزيف؟ يعني إن شاء الله أحسن. نشكر الرب أحسن بكتير وخفيت، بس يعني هيك عم من وجع خاص نص بالليل ما بعرف ليش. يعني أنتي معلش تقبريني تحملي، لأنه جرح الكبير بده حصة ليلتين. لكان يسلم هالتم يا أم زكي، مثل ما قلتي العمر له حق، يعني شو بدنا نرجع 40-50 سنة لورا؟ إيه أم جوزيف حاجة تكبري حالك، لساتك صغيرة شباب. لفيها بقى، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. أيوه ولسه بجيبوا سيرة العمر، هزيتولي بدني هلا. كنتي ليش بتزعلي من الحال؟ يا نيت أهلين أهلين. لك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ ليش عم تضيفيها إلى بالأول؟ قال على اليمين لو أبو زيد على الشمال. الله عليك. شو بتفهمي بالأصول؟ لك هيك الأصول. تكرم معينك فوزية خانم، تفضلي. نيت أبريم يسلم إيديك. الله يسلمك. يا نيت أهلين أهلين، تفضلي أنت. إن شاء الله بعيشوا قديات. يعطينا عافية أبريم. تفضلي حبيبتي الكل، تفضلي. يسلم. اختين وعاشو تفضلي. ما نعدم عشاء قلت صحة وهنا. يعني أهلين وسهلين، تفضلي تشغيلي تفضلي. يسلموا الديار. الله يسلمك. طيب إن شاء الله هنا. لك ما دريتوا يا جماعة رايحة على العمرة. إن شاء الله بتتهني يا رب، ربي ييسر لك. ريتوا ألف مبروك يا أم إبراهيم. الله يبارك فيكي. إجا أخي مصطفى من الأردن وحلف علي 100 يمين وميت عظيم إلا بده يأخذني معه. طيب وشلون بدك تتركي دلال لحالة بالبيت؟ لا أيوه شو أترك لحالة بالبيت؟ هي رغبتها تقعد ببيت أهلها لبما أرجع. إن شاء الله ألف مبروك يا أم إبراهيم. شبنا في ريال خانم اليوم ما سمعنا صوتي. مو لألاقي مين يسمع صوتي؟ دايمة على القهوة. صحتين تقبريني. إن شاء الله بنشرب شراب الورد بقومة أم جوزيف بالسلامة يا حق. آمين يا رب. تسلمي يا أم توفيق، لا تواخذيني. تسلمي يا أم كامل.